هنعرف ايه يا باشمهندس؟ قلت لك هنعرف بلاطه سوليد سلاب وهنعرف كاميرا تي سيكشن، تمام. هنيجي من هنا يا باشمهندس نقول له ايه؟ هنقول له ديفاين، نعرف الاول الريب، نقول له سيكشن بروبرتيز، هنعرفها على انها كاميرا يعني فريم سيكشن، واقول له اد نيو بروبرتيز، وطبعا هتقول له كونكريت، تمام. وتيجي من هنا تختار له التي سيكشن، خلاص. هنقول له هنسميها ريب، تمام. تمام. بيقول لك هنا يا باشمهندس التوتال ديبس، التوتال ديبس كان عندنا كام؟ كان عندنا بوينت 3 3، خلاص. طيب التوتال ويتس، تمام. هو دلوقتي بيسألك الأول على التوتال كديبس وكويتس، الويتس هيكون كام؟ بوينت 5، تمام. طيب باقي ايه يا باشمهندس؟ باقي عرض، بس ايه عرض الريب بتاعي ده، تمام. طبعا هو عرضه ايه؟ عرضه 10 سم، فهو بيسألك بيقول لك من عند الفلانش ومن تحت هيكون قد ايه؟ هيكون 10 سم. فلو جيت كده تبص هتلاقيه عامل بالشكل ده، تيجي تقول له تحت برضه 10 سم. اذا بقى عندي ريب ايه يا باشمهندس؟ طبعا نسينا ان احنا ندخل، بيقول لك هنا الفلانش سيكنس، تمام. طبعا ديت الفلانش، سمكها قد ايه يا باشمهندس؟ سمكها 8 سم، اللي هو سمك ايه؟ البلاطه السوليد سلاب، تمام. خلاص هتكون بالشكل ده، تمام. فلما نيجي كده نشوف الابعاد بتاعتنا، كان عندنا ايه؟ كان عندنا ايه؟ كان عندنا العرض ده، العرض ده يا باشمهندس اللي هو قد ايه؟ العرض ده اللي هو سمك الريب اللي هو 10 سم زائد ايه؟ زائد نص سمك، اسف، نص البلوك اللي هو 20 سم، و20 سم من هنا يبقى كله كام؟ 50 سم. دخلته يا باشمهندس اهو التوتال ويدث. طيب ده كان كام يا باشمهندس؟ قلت لك ده كان 8 سم، تمام. البلاط دي كان 8 سم، والريب ده والبلوك ده كان سمكه، تمام، 25 سم. مش سمكه بقى، السكنس يعني بتاعه، تمام. وطبعا الريب بيكون زيه، فقول له كام؟ 33 سم، تمام. طيب ده يا باشمهندس كان قد ايه؟ ده كان 8 سم، فدخلناه اهوت، تمام. والعرض بتاع ايه؟ والعرض بتاع الريب كان 10 سم، خلاص. طيب وبعد كده تقول له ايه؟ تيجي هنا الاول على رينفورسمنت، تقول له ان هي بيم، خلاص. وتقول له ان التايل هيكون ايه؟ 240، تمام. الكفر بيكون 4 سم، خلاص. تقول له اوكي اوكي خلاص. يبقى انا كده عرفت الريب، تمام. عايز برضو اعرف البلاطه السوليد سلاب، هنيجي هنا يا باشمهندس تقول له ديفاين، تمام. تقول له سلاب سيكشن اد نيو، مش مهم خالص موضوع السيكنس ده، ليه؟ لان انا هاجي ببساطه على الموديفاير، ادي الموديفاير، وهقول له الويت والماس بصفر، خلاص، يعني وزنها بصفر، تمام. يعني مش مهم، دخل ان شاء الله تدخله متر، مش فارق معايا، خلاص يا باشمهندس، خلاص. ولكن في حاجه مهمه جدا جدا لازم تاخد بالك منها. احنا قلنا ان احنا هنعرف دلوقتي الكاميرات او الربات دي عباره عن كاميرات تي سيكشن، تمام. طب اتجاهها دلوقتي في اتجاه واي، المفروض دلوقتي يا باشمهندس ان انا اروح، اعمل البلاطه يا باشمهندس عباره عن ايه؟ عباره عن وان واي، يعني ممبرين. ليه هعملها عباره عن ممبرين في اتجاه ايه؟ في اتجاه اكس، تمام. طيب ليه يا باشمهندس؟ في اتجاه اكس يا باشمهندس عشان تودي لي الحمل في اتجاه ايه؟ عشان تودي لي الحمل بالشكل ده، تمام. يبقى انا عامل الكاميرات، الكاميرا هتودي كده، تمام، وعليها بلاطه بتودي الحمل كممبرين، تمام، اللي هو سبيشال وان واي في اتجاه ايه؟ في اتجاه اكس. يعني بتودي الحمل على طول على ايه؟ بتودي الحمل على الكاميرا، خلاص، فاهمني؟ طيب مش فاهم، نشرحها تاني. بص يا باشمهندس، انا دلوقتي عملت الكاميرات في الاتجاه ده، صح كده؟ اهو كاميرات جنب بعضها، تمام. الكاميرات دي اللي هي ايه؟ اللي هي الريبات، تمام. هروح اعمل بلاطه فوقها، خلاص، ادي البلاطه، تمام. هروح اقول له والله اعمل لي البلاطه ديت يا باشمهندس عباره عن وان واي في الاتجاه ده، في الاتجاه طبعا العمودي على الريبات. ليه؟ هتروح بقى تودي لك الحمل يا باشمهندس لايه؟ للريبات على طول، تمام. وده اللي ده اللي احنا بنعمله في المانيوال. المانيوال بنعمل ايه يا باشمهندس؟ بنروح نقوم جاي ايه؟ واخدين شريحه عرضها، تمام، من الريب للريب. يعني في حالتنا دي هتكون عرضها نص متر، تمام. وطبعا بيكون عندها عليها طبعا حمل البلوكات والفلور كفر واللايف لود والكلام ده، تمام. وبعد كده بتودي حملها على طول ايه؟ بتودي حملها للريبات. فعشان كده بقول لك ده بيتطابق مع الحل المانيوال،
خلاص. فكل القصه يا باشمهندس ان احنا هنيجي هنا نقول له ايه، هنقول له ميمبرين. تمام يا هندسه، وقلت لك مش مهم نوع السلاب، يعني مش مهم بقى السلاب تكون من نوع مثلا السلاب او الريب او الكلام ده، لان كده كده انا هامل وزنها. تمام، بس هتقول له بس ان هي وان واي. تمام، وتقول له اوكي خلاص. طيب خلينا بقى نرسم الريبات. هتيجي من هنا يا باشمهندس كويك درو سكندري بيم. تمام، الامر ده مهم جدا وجميل جدا، بيرسم لك الريبات على طول. تمام، هتيجي هنا هو بيقول لك هنا البروبرتيز هتكون ايه، هترسم القمرات بايه، بالريب. تمام، طيب في هنا حاجه مهمه جدا، بيقول لك المومنت ريليز. تمام، اعملها لك بنت يعني ايه يا باشمهندس، ولا كونتينوس؟ ببساطه كده كده في استمراريه، هل في استمراريه ولا لا؟ تمام، مفيش استمراريه، حتى البلاطات دي احنا لسه هنروح نعمل لها ريليز. يعني ايه ريليز؟ يعني يا باشمهندس همنع الاستمراريه عشان الغي البارشال فيكسيشن. تمام، فهو هنا بيديك اوبشن انت تعملها على طول، فاقول له تمام اعملها لي بنت. تمام، طيب بيقول لك هنا النمبر اوف بيم. تمام، اعملها لك يا باشمهندس، بيقول لك السبيسنج، اعملها لك السبيسنج ما بين الكاميرات دي او الربات، اعملها لك بالنمبر. تمام، يعني تدخل لي عد الربات دي على طول، فهتيجي هنا يا باشمهندس تعدهم، ادي 1 2 3، لا صعبه، ممكن تقول له هنا ايه بالسبيسنج. تمام، وهتيجي هنا يقول لك الماكسيمم سبيسنج قد ايه يا باشمهندس ما بين الواحده والثانيه، نص متر. تمام، تيجي كده يا باشمهندس، تيجي كده هتلاقي تلقائي اه خلاص انت اديته نص متر وخلاص. تمام، بص كده يا باشمهندس رسمها لك يا باشمهندس اهو اهو. تمام، رسم لك الربات. لما تيجي كده تبص يا باشمهندس، لو جيت تقف كده فوق، جاي ارسم مثلا فوق، هتلاقي كل كاميرا معموله في نص الرب بالظبط اللي البرنامج بقى ايه راسمه لك، فتقدر تقول تطابق، تطابق مفيش اي مشكله. لو رسمت هنا رسمت هنا هتلاقي في استمراريه. خلاص يا باشمهندس، طيب حمل البلاطه بقى، الفلور كفر والكلام ده احطه فين؟ لازم ارسم البلاطه، فتيجي من هنا يا باشمهندس. تمام، هتيجي من هنا السلاب، كان سلاب اسمها سلاب 2. تمام، هتيجي ترسمها كده بالشكل ده كده، اعتقد الصوره وضحت شويه. البلاطه اللي انا لسه هحط عليها الاحمال دي يا باشمهندس هتودي حملها ازاي؟ هتودي حملها في اتجاه اكس، فالحمل هيروح في ايه، على الكاميرات بالظبط. هتلاقي كل كاميرا شايله قد ايه، هتلاقي كل كاميرا شايله ايه، شايله مش شايله الجزء ده اللي هو كل ريب بمعنى اصح، شايل الجزء ده. تمام، شايل نص نص يعتبر مثلا ايه، يعتبر دي كده. تمام، دي كده بلاطه صح كده. تمام، شايل نص البلاطه من الناحيه دي، وشايل نص البلاطه من الناحيه دي، وانا بقول له ودي لي الحمل. تمام، في اتجاه اكس على طول. تمام، يعني كل الحمل هيروح لايه، للكاميرا. تمام، فتلاقي الحل ده طبعا متطابق مع المني. خلاص، طيب زي ما قلت لك انا بحاول ان انا في المشروع البسيط ده اجمع لك افكار كتيره جدا، يعني عشان تكون ايه، نتعلم كل حاجه. خلاص يا باشمهندس، يبقى انا كده خلصت البلاطه الثانيه. تمام، طبعا لو انت عايز تشوف الربات دي بسمكها والكلام ده، دي برضو من ايه، من سيت ديسبلاي اوبشن. تمام، وهتيجي من هنا تقول له اكسترود فريم. تمام، هيعمل لك اكسترود اللي هو هيظهر لك السمك الحقيقي يعني والابعاد، ولكن ده للفريم وده للشيل. فلو قلت له الفريم وقلت له ابلاي، تمام، هتلاقي ظاهر لك للكاميرات وللاعمده وللربات اللي انا راسمها هنا دي. تمام، لانها بالنسبه له ايه، فريم، وشايفها ان هي فريم. تمام، طب البلاطات مش ظاهره لسه، فخلينا نظهر البلاطات، شيل لي بقى الفريم ده عشان تظهر، وقول له للشيل، تقول له ابلاي. تمام، هتيجي بقى للبلاطات زي ما انت شايف كده، ادي سمك الربات اهوت يا باشمهندس، وادي البلاطه السوليد سلاب اللي بتبقى فوقها، هو اعملها لك طبعا تلقائي. طبعا بتبقى ايه، في بلاطه فوق وفي رب اهو. تمام، طب لو جيت الناحيه دي، هو ظاهر لك الوان واي بس مش مشكله. تمام، طبعا انا هنا برضو عندي بلاطه كانت سمكها 20 سنتي، هو شايفها ان هي سمكها 20 سنتي، ولكن انا قايل له ايه، اهمل لي وزنها، فمش مشكله. خلاص يا باشمهندس، تمام. طبعا الربات دي انت هتشوفها في الاتجاهين زي ما انت شايف كده، لان دي 2 واي. تمام، برضه يا باشمهندس لو الجريدات دي مضايقاك، تقدر برضه تشيلها من هنا، سيت ديسبلاي اوبشن، وتقول له هوريزون. تمام، هيشيلها لك بالشكل ده. خلاص انا مش مضايقاني يعني. تمام يا هندسه، برضه تقدر طبعا تعملها هنا في البلان، برضه هنا برضه نفس الكلام، خلينا نعمل كده ليه.
طبعا هي بتختلف من فيرجن بقى الفيرجن حسب الكراك والكلام ده، ممكن تلاقي فيرجن تاني الاعصاب في اللي هي وان واي دي بتظهر يعني زي التو واي، مش مشكله. خلاص يا هندسه.